بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فعلمت نفس ما قدمت وأخرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون وإن الفجار لفي
الجحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله إنه كان توابا بسم الله الله الصمد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وبعد، فيا أيها الإخوة، كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم تلاها علينا الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.